حديث ابن مسعود مرفوعا قال: ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجل نام ليلة حتى أصبح، نام ليلة حتى أصبح، يعني ما قام الليل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه، أو قال في أذنه، يعني على التثنية أو الإفراد، في أذنيه على التثنية، في أذنه على الإفراد، على الإفراد. واختلف العلماء في بول الشيطان، هل هو على الحقيقة أم لمعنى مجازي مصروف عن الحقيقة؟ أقوال: القول الأول قالوا بأنه على الحقيقة، لأنه ثبت أن الشيطان يأكل ويشرب وينكح، ولذلك لا مانع أن يبول في أذن الإنسان. وقال الحسن كما ذكر المصنف: إن بوله والله لثقيل، ولذلك هذا هو الصحيح، هذا هو الراجح، أن بوله على الحقيقة، بوله على الحقيقة. وقد ارتضى هذا القول جمع من أهل العلم من ذوي التحقيق وممن لديهم استقراء للنصوص. القول الثاني قالوا كناية عن سد الشيطان أذن المكلف حينما ينام حتى لا يسمع الذكر، هذا قول ثاني وتوجيه ثاني على أنه كناية عن سد الشيطان أذني المكلف حتى ينام، حتى يبقى نائما لا يسمع الذكر. والقول الثالث قالوا بأنه كناية عن ازدراء الشيطان لهذا النائم، يزدريه ويحتقره. والقول الثالث قيل بأن الشيطان قد استولى عليه، استخف به واتخذه كالكنيف، أكرمكم الله، اتخذه كالكنيف، فلذلك الكنيف يعد للبول. كذلك الشيطان الذي يأتي هذا الإنسان الذي ينام على غير ذكر الله ولا يقوم شيء ولا يقوم من الليل، فإنه قد اتخذه كالكنيف. وقد روي عن الحسن البصري كما ذكر المصنف قال: والله أو إن بوله والله لثقيل. وابن مسعود رضي الله عنه يقول: حسب الرجل منه الخيبة والشر أن ينام حتى يصبح وقد بال الشيطان في أذنه. والقول الآخر قيل بأن بول الشيطان حينما يبول فيملأ سمعه بالأباطيل، قالوا يملأ، ليس هو البول الحقيقي، وإنما شبه الأباطيل بالبول، قال يملأ سمعه بالأباطيل التي تحجبه عن سماع ذكر الله جل وعلا.